الآن ننتقل إلى موضوع جديد. الآن بدي توازن، تحقيق التوازن لخط الميزانية ومنحنيات السواء معا. التوازن لخط الميزانية ومنحنيات السواء معا. عفوا. هذا خط الميزانية ألف باء، اللي هو تحقيق التوازن باستخدام خط الميزانية ومنحنيات السواء معا. نقول الخط ألف باء يمثل خط الميزانية، اللي هي إمكانيات المستهلك. منحنى السواء هذا سين. منحنى السواء سين يقع داخل إمكانيات المستهلك، يعني أقل من إمكانياته. ومنحنى السواء صاد خارج إمكانيات المستهلك. منحنى السواء عين يعني يقطع خط الميزانية في، نسميها مثلا نون وتاء، يتحقق عندها التوازن. لكن في منحنى سواء ثاني هنا، ب أو ث، نسميه منحنى السواء مثلا كاف. هذا منحنى السواء كاف يقطع خط الميزانية في النقطة ث، يتحقق التوازن عند ث. ليش بتحقق عند ث وبتحققش عند ت وعند نون؟ عشان ثا بتقع على منحنى سواء أعلى، عشان ثا بتقع على منحنى سواء أعلى، فبيعطي إشباع أكثر. نتجه إلى موضوع الاستثمار.